30 سنة على الرجاج عندي ابني معاك مش عم بقدر اشتري لك موتور اعطيه عم بشحط طعمي. هيدي دولة مجرمية شو عم يعملوا فيها هيك؟ يعني عم نقول للعسكر اللي عم يطولوا بالكم نحن متقاعدين. يعني نزلوا فينا قتل ودعوسوا العالم وخزقوا كنزات العالم. احنا هلا حاليا بساحة النجمة بمحيط مجلس النواب. وفيني اقول لك شغلة، هالقرطة اللي قاعدة جوا هيدي لولانا نحن، لولا فضلنا نحن ما كانوا فيني يقعدوا جوا، نحن اللي خلينا ينعدوا جوا، واولادنا وشهدائنا اللي خلونا نقعدوا جوا، وحقوق اللي عم ياكلوا لنا اياها هلا هيدي حق مكتسب لنا نحن، مانا عايزين نهائيا، بس لا يسرقونا وياكلوا حقوقنا. هي رفضا للموازنة اللي بدها تنمضى اللي هي مشحفة بحق العسكريين، سواء كان عسكري خدمة فعلية ولا عسكري متقاعد ولا عوائل شهداء احياء ولا عوائل شهداء، مشحفة بكل الميلات. ما بنسكت عن حقوقنا، لو بعد 100 سنة ما رح نسكت عنها. المساعدات الاجتماعية، الطبيبي، المدارس، المعاشات، معاش ننحى عم نقبضوا على 1500 سوري الدولار 37,000، ما بقى فينا ناكل نحن. وقالوا لنا حي بس الجوع بس تتضيق بتعدى نبقى، ونحن جعنا صرنا بدنا نعدهم بدنا ياكلهم.